المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وإن تطول الليالي تأتي الأماني البعيدة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كن كالنحلة، النحلة في اختيارها واصطفائها فيتمر على الحقول والبساتين والمزارع فلا تأخذ إلا الأجمل والأسلم والأكمل من الثمار والزهور، وهذا شأن المؤمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فدائما يسمعون الأحسن ويقولون الأحسن والأجمل ويختارون، وهذا شأن الاصطفاء. هذه مدرسة النملة، يعني حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال المؤمن كالنملة تأكل طيبا وتضع طيبا وإذا وقعت العود لم تكسره. هذا شأن دائما المؤمن. فتجد النحلة حينما تذهب إلى الزهور، طبعا هناك بعض الأشجار سامة لا تتعرضها النحلة، بعض الأشجار مؤذية مرة لا تأخذ منها النحلة، إنما تأخذ الطيب والأحسن والأسلم وتحوله عسلا للبشر. وهذا مثل المؤمن والمؤمنة، يمرون يسمعون كلاما كثيرا ويرون أفعالا كثيرا، لكنهم لا يأخذون لا يسمعون إلا الأجمل ولا يحفظون إلا الأحسن ولا ينقلون إلا الجميل الطيب من القول، فهم في طيب وطيب كالنحلة تماما. ووصيتي لك أنك وأنت تسمع في الحياة سوف تسمع زورا وبهتانا وغيبة ونميمة وفحشا وكذبا، لا تنقل هذا وكأنك ما سمعت أبدا. لسانك لا تذكر بها عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا لقوم فقل يا عين للناس أعين، ولكنك انقل الجميل، الكلمة الطيبة، النصح، الصدق، التوجيه، العلوم المفيدة. قال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكذلك الأفعال لا تفعل إلا جميلا، تصرفات ترضي الباري سبحانه وتعالى من عمل البر والتقوى والخشية تقربك من ربنا سبحانه وتعالى وتجعلك من أوليائه الصالحين. اختر اختيار النحلة فإن اختيارها عجيب، ولهذا يقول سبحانه يخرج من بطونه شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس، فجعل ما يخرج منه شفاء للناس، فيتختار ما فيه شفاء وما فيه نفع. أن تقدم للناس ما فيه شفاء وما فيه نفع من القول الطيب والعمل الصالح، وتقرب إلى الله بما تقول، واحرص على أن لا تكون إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي حديث يروى بعضهم حسنه من صمت نجا. إذا لم تقل خيرا فلا تقل شيئا، اصمت، وإذا اخترت من الأقوال فاختر أحسنها وهو البعيد عن غضب الله وعن المحرم، وإذا اشتبهت في أقوال هل هي حلال فاتركها، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. ما أحسن اختيار واجتباء واصطفاء النحلة، وما أحسن أن نتشبه بالنحلة في الاختيار والاصطفاء والاجتباء. جزاكم الله خيرا ونفع بكم، وإلى اللقاء، تحياتكم. تلك المعاني الفريدة فيها أصول العقيدة والروح بالشوق تمضي.